أجمعين. أنت درست تفسير الكلام الرحمن، الآن نستمع للأخوة. حافظ اليوم طيب محمد بدون إحراج، أنا قلت لكم بدون إحراج يا أخوان، يحفظ يحفظ ما يحفظ بحل إن شاء الله، لكن سيحفظ إن شاء الله يوم من الأيام. نعم، استعن بالله وادعو للمؤلف بالرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين، اللهم آمين. منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. حكمي رحمه الله. المقدمة: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واصطفانا واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إلى هنا والله أعلم. ما شاء الله ما شاء الله، أثبتك الله. مقدمة كم؟ 12 بيت؟ نعم 12 بيت. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. مطالب بها الأسبوع القادم إن شاء الله، أول أسبوع هذا، نهاية الأسبوع كما تحب. يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راضيا به. لا، ما هي راضيا، راضي به. مدبرا معينا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. الله أكبر. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد مألوه بحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجده، والآل والصحب دواما صرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي مستعينا معتمدا على القدير الباقي. أن الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له. أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا لم يترك الخلق عبثا سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. نعم، إلى هنا بركة. بس العناوين أحرص عليها أبو عبد الرحمن، مهمة العناوين، حتى يعني لو أردت مثلا تشرح مثلا مقطوعة منها فتقول: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبما هو صائر إليه وبما أخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق وهو في ظهر أبيه آدم، حتى تمكن من هذا إن شاء الله. الله ينفعك، تجزاك. تفضل بركة، لو شاطر بيت بركة. أبدأ بسم الله المستعين، راضي
والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واتباع. احسنت بارك الله فيك. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ابدا بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى. وبعد هذا النظم: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى رسوله إلى جميع الخلق بالهدى ودين الحق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ونجلى والآل والصحب دواما سرمدا. ما شاء الله الله سلام الله ينفع بك. ما شاء الله دكتور. طيب جزاك الله خير. حياك الله. بس. قال المؤلف رحمه الله مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا وأضم به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى طريق الحق سبيل الحق والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. ما شاء الله بارك الله ينفعك أخوي إبراهيم. فاتحة مذكرة ولا مسكرة؟ قال المؤلف: أبدأ بسم الله مستعينا أضم به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أحسنت ما شاء الله. إلى هنا بركة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حياك الله. يا أهلا أخوة حياكم الله. جزاكم الله خير. آمين الله عز وجل خير. شيخنا للشيخ حافظ حكمية منظومة أخرى اسمها سلم الوصول لكن في القواعد الفقهية. لا ما تسمى سلم الوصول. الشيخ له منظومات وليس منظومة. له منظومة الميمية في آداب الطلب العلمية. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن المبدل الخلق من عدم. إيه نعم. قرابة 254 بيت. لكنها ليست من بحر الرجز. طويلة هي. وميمية فقط. وهي من أجل ما صنف في الآداب يعني، وله ألفية كاملة في الفقه. في الأصول ولا؟ لا في الفقه. في الفقه. إيه نعم. وله منظومة في الأصول، وله أشعار كثيرة في الردود على بعض العلماء وبعض أنصاف المتعلمين في مسائل فقهية كثيرة يرد عليهم، له ردود. إيه نعم. رحم الله رحمة واسعة. أنا قابلت شيخ من كبار
مشايخ الإسماعيلية لكنه رجع إلى مذهب أهل السنة، إلى دين أهل السنة والجماعة، دين الإسلام، قبل يمكن 3 سنوات في الحج، وطارت الجلسة في أيام التشريق، وحدثنا عن الشيخ حافظ. قلت رأيت الشيخ؟ قال نعم رأيته، هو كبير جدا في السن، هذا رجل ربما تجاوز يعني 70 أو قرابة 80. فقلت كيف كان؟ قال الشيخ كان يعني أسمر البشرة، ليس بالأسود، أسمر البشرة، ولكن لما رأيته، طبعا يقول هو مات في أيام الشباب. قلت نعم، مات بال34 من عمره رحمه الله، ولكن يقول الوجه شع نور، كأنه يعني أبيض شديد البيض، كل من يراه يظن أنه وجهه أبيض شديد البيض رحمة الله عليه. نعم، حياكم الله يا أخوان جميعا. جزاكم الله عام 1376 أو 77 شك مني أنا، لكن انتهى من 34، ما غلق، ما كمل 35 سنة، وهو من تلميذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. ما كمل 35 سنة؟ لا ما كمل، ما كمل 35، 34 وأشهر. نعم، العمر 34 يعني. نعم، حديث هو؟ ها؟ حديث يعني ولا ايه؟ لا، لو كان حيا. لا حديث، حديث في العهد الحديث يعني. اي توفي عام 1300 يقول لك انا يعني 300 تقريبا و77 قرابه كم له الان 50 سنه، قرابه 52 سنه الان. اي نعم 52 53 سنه. نعم، ولو كان حيا هو من اقراننا، هو والشيخ عبد الرحمن السعدي توفوا في يعني قريب من بعض، الشيخ عبد الرحمن السعدي كان أحد زملائنا من طلاب الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين، وكان حافظا في الحديث، يعني تحس بأنه في السن تجاوز 60 في العمر، يعني هو شباب صغير، الوجه واضح أنه يعني بال20 من العمر تقريبا. وأثنى بعض الأخوة عليه أمام الشيخ، فجلس معه الشيخ فتعجب الشيخ منه قوة الحافظة في الأسانيد والمتون، وذكر الله الشيخ رحمه الله، قال هذا إنعاش إن شاء الله تعالى سيكون له شأن في الحديث، إنعاش سيكون له شأن عليه. ما هي إلا أشهر صار له حادث توفي، هو مجموعة من زملائنا ومعه الشيخ محمد الأمين سوداني، سوداني الأمين، هذا سوداني معنا، ولكنه سلم، التقيت فيه قبل تقريبا سنة، التقيت فيه يعني وجدت في أحد الشوارع وتعرفنا، ونحن علمنا قديم جدا، هو شبه وسألته وتعرفنا. ومعهم كذلك واحد من أخوها اسمه صالح، لكنه الحمد لله سلم، لأن أثرت فيها الضربات، كانت ارتطموا بسيارة واقفة ما علموا بها، كانت تمشي. نعم، فالعلم أحيانا من ولذلك يذكر أنا أحد الطلاب كان يحضر عند الإمام مالك، كان صغير في السن، وتعجب الإمام مالك من علم هذا الصغير والحفظ الذي لديه. بعد فترة لم يحضر، سأل عنه أبو عبد الله، قال أين ذلك الشاب والغلام؟ قالوا مات. فرآه أحد من يحضر الدرس وقال له ما صنع الله بك؟ قال بلغني الله عز وجل منازل العلماء. قال ولما؟ قال أني كنت نويت أني أستمر في طلب العلم حتى ألقى الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في أحد إشكال طيب بسلم وصول كلمات، يعني لو كلمات الشرح يأتيكم إن شاء الله بإذن الله مفرغ بإذن الله، واضح كله؟ الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك. بالنسبة لهذا الدرس الثاني إذا أردتم يعني إذا شئتم تحتفظون عندكم أنتم بينكم ما يخالف. طيب. إيه، لكن يعني لو شرطوه عند الشباب ما في بأس، حتى من باب التحفيز. طيب. لكن أنا لن أنزله في القناة. طيب. إيه، لأنه في خصوصية بيني وبينكم. الله يجزيك. الله ينفع بك شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا النسخة اللي أنا أعطيته. ها؟
أعطيته نسخة. الله يجزاك الله خير. جزاك الله خير مهندس. من طول الشيخ ينصح بها بس ما يطول بها. من طول الشيخ يسعي أقصر منها أفضل. أي عارفها. هذه أفضل. هذه أفضل. أي نعم. سنحكم إن شاء الله. بس خلنا نخلص متى إذا تكاثرت تنضيب على